شو رايكم بس بالازرق؟ غني الازرق يا ملاكي. استغفر الله. هي جاجي انا كاكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شو تمام؟ جايكم الحلقه اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ ميمز. بندخل على سيرفر فواز كالعاده، يعني مشكورين فواز، ادري انه شغلناك مره، بس شو نسوي؟ ما نحل غيرك. فندخل عليه وناخذ ميمز، نتفرج ميمز، نتابع ميمز. بس لا تسوى لك وشتاك وستوى جميلة تحسن دغاس طبعا لي كم تبعني أسنبات صلوا على النبي سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. Let's go نبدأ المقطع. اللي ما يقول نعيما إن شاء الله يعضك كلب. روح يا شيخ إن شاء الله يعضك كلب. صوته حلو بس ما عطى نفسه فرصة. مسوي تنصح شوف شوف يا قلبي شوف تعلم. والله صوتي رهيب، ما صار يهمني شيء حتى رجلي صرت اطلعها برا الحاف طز خلى جني يسحبها بعد ثواني. حرفيا يعني هل تجيك هلوسه بس يطلع منك شيء، انا لو طلع اصبعي تبلش هلوسه، حبيبي يجي جني ياخذها مدري وش. طبعا هذا ايام كنت صغير، الحين لا كبير. والله الحين صغير. انا رايح الدوام سريري بعد ما فقدت الامل اني اعدل نظام نومي. يا حيل ذا، انا كل يوم اقول انه بعدل نومي والحين الساعة 12:30 وانا قاعد اسجلكم. اذا دخلت على امك وهي تصور تحترق. يعني انقلع لا الحين تشوف، انت بس اصعد وراي ولا تخاف. غيري لصت وايدي بوست وشفت العز بعينك وشتك ملك الفدركة. شو ترى قبل شوي شايف المقطع بس كابشن غير، اذا كنت كفو بس خايف انت ما الغلط. انتم بخير وهذه لكم. استغفر الله العظيم. والله بخير احد متابعيني بيمسي عليكم. مساكم الله بالخير وانت شوفوا عليه ترى ورده ولا ورده. شنو القصاله؟ الكويتي اللي يمدح ولا اللي يحبه؟ ذاب ذاب ترافاكس هذا شغل لي. والله استاذ رهيب ودي يجي يدرسني، احنا كلنا مدرسين كشرين يا رجل، الناس كلها تعتبرني قدوة تشجعني. عامل لي فيها وقت كمال اجسام، ها؟ عامل لي ها؟ استغفر الله العظيم، يا اخي الاباء الاباء رهيبين والله، شلون الناس اللي بحياتي وصلوا. سمحت. ايه حبيبي في ايه؟ انا ابويا رمان في الشارع ده الورقه ده هي انا ما اعرفش اعرف. هو بيقول لك ان هو مش عايز يشوف وش امك تاني، وبيقول لك شوف اي حد يتبناك انا مش حمل مصاريف. هو قال كده بجد؟ اه والله. تقدر تسال اي حد لو مش مصدق. على طول هو مش عايز يشوف وش امك تاني، حتى جسمك ممكن يخون. اخي كوكس البابا مره رهيب. شيء كذا في احد سمع ابوك كذا ما جت هذيك اللي صار. يعني ما ادري، احس ان ابوي غير كذا، ما يحي يقول لي انه اول ايام اول كنا نسوي كذا كنا نسوي كذا، لا ابدا. رحت كافي في الشمال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل هذا طيب؟ اهلا ومرحبا. عطني واحد سبانيش. سبانيش ساده ولا مع اضافات؟ وش طالب شاورما انا؟ سجل علي يا اخوي. ساده ساده. طيب حساب 45. ماني بحاجز فيلم، ابي قهوه. طيب قهوه، هذا سعر قهوتنا احنا. والله غاليه معليش خلاص. كنسل كنسل حبيبي. يا شباب شوف قعيطي. انا اخاف اني اروح للاماكن ذي ويصير زي ذا الاشياء، لانه انا ما معي 5 ريال. نكافح على صون الكرم والستر الحال. كبسولي كبسولي سخافه. لا يا شيخ كل جد. الرئه لو نطقت
ايش حتقول لك؟ هنا على امك هو هنا على شكلك. الدخان والشيشه مذيين للصحه. الريشه والماء لكن بدون مخلل كثر الكاتشب يا هو خل. استغفر كمية تنمر عجيبة والله ما استاهل كلها. أنت ما أنت بهمجي، أنت حمار وأنا أبوك، يعني هذا اللي ودي أنا أوصلها لك الفكرة. أجزت وأنا أبوك ما أدري أرسلها واتساب ولا أكتب على بيتنا يوجد حمار للبيع ولا يعني وشلون فهمك وأنا أبوك؟ لا يعني مرحلة أنك غبي هذه خاصين منها، فهمت علي وأنا أبوك أنك هم. صلح ليل عادي عادي والله حليل. إذا كنت تصب قهوة وانتهت الدلة، تصب قهوة وانتهت الدلة عند أحد الضيوف وش تقول؟ خلصت خمس دقائق المندوب اللي جوا أبي أنا أجيب لك. طيب والله يا أخي هذا ناسي اسمه يا أخي، يقهر يعطيك أشياء مرة مرة صعبة. ليش؟ خلص خلصت وبعد شوي تجي. هذا على أيام العرفان أول جسم عند الدكتور نفسه قال دخل المريض. المريض جابوا تهميمك يا كلب. أنت المريض، انت رفيقك راعيه، انت رفيقك. انا هذا احبه بس ما اعرف ليش مين ذا اللي يقول اميمك. طول عمري انتقد رونالدو والسبه واكرهه. انا اذا غلط شلون يحب ابو صقر؟ حبه يا حبيبي. ها يلا تعال فيصل عتيبي يلا هنا. خلاص الحين يصير عنده ابو مدري مين هذا. تبتب هل يحق أن يضربني أبي دونني؟ رزوال هنا يقول هل يحق أن يضربني أبي دون أن يستأذن له؟ ليه؟ وش نظام غابات حنا؟ القوي ياكل الضعيف؟ أبوي على عيني وراسي احترمك ولك تقديرك وكذا، بس معليش تربية على حدود. أبوي حبيبي يأمون عليك تقرب لي وكذا بس هتمون. إيه تبع نفسك أن عندنا في عايشين. وين الكلب الثاني؟ وين الله ذا الوجه؟ شو تسوي هنا؟ استاذن اول. عادي يضربك يا ورع. بيضربني الحين بس استاذن. يلا حبيبي يلا طيب في الفيديو والله لا احنا والدينك. يلا استئذان. يلا اهم شيء الاستئذان. ابوك ما له اي حق ان يضربك بدون استئذان. طبعا انت راح تتصفق انت بس لازم استئذان. حتى لو ما استأذن راح تتصفق. انا مسكت فضيحه على اخوي. ايوه شطر والله اذكر بالاس. يا سلام خلصنا الاختبار جالسين راجع جوبت صديق الله. دو خلصت حرام العالم قد والله. يا بيه احسنت يا ابني. ايه المصاري يا مره ليجندريه. بس يا اخي ما عجزت لقيت من ذا عجزت. انا كنت قاعد اعيد مقاطع مره شفتها قبل بس يلا ما لقيت الذي. مهندس تخريب السيارات. سياره خربانه وهذه سياره خربانه والمهندس احول. هذا اخوي شواخ. استغفر الله العظيم. استغفر انا اخوي اذا لعبنا سوينا غلط. صيد حلقك لاجرك من شواربك تفهم ولا لا؟ الهياط للسماء. هذا اذا لعبنا انا واخوي حرفيا انا واخوي كذا كل يوم نطاقق ونتصافق. طبعا هو يستاهل. ليش؟ لانه وريع كذا وبزر واصغر مني. فإلى هنا قصات الحلقات. سلكوا اشتراك وسويتوا مجلة صندوق استغفر عليه كامل. تابعوني على سناب بعد. وصلنا النبي سبحان الله بحمد الله العظيم ومع السلامه.